السلام عليكم ورحمة الله، معكم خميس الغافري وتحليل يونت 2 للصف الخامس الأساسي للفصل الدراسي الأول لمنهج سلطنة عمان. كما نرى هنا عندنا مجموعة من الأشخاص من دول مختلفة، الطالب يختار بعض المعلومات ويكمل بها هذا الجدول، مثلا اسم، ينظر إلى الصورة A أو الفقرة A، ها هي، يكتب اسم الشخص مثلا مانكا، إذا يكتب الاسم ثم الايج، العمر موجود أيضا، هذه الأشياء المعلومات موجودة، العمر مثلا 11 years old فيكتب 11، ثم country تنزانيا، إذا هنا موجود، هي هذا يعني ذاكر أنه from تنزانيا أو امرأة هذه، إذا ها هي تنزانيا، وهكذا ثم ينتقل إلى ستيف. المهم يكمل المعلومات أو الجدول بهذه المعلومات، الاسم نيم، أعمارهم والدولة التي هم منها، هذه فقط المطلوب في هذا النشاط. هنا الطالب يعمل brainstorming، يسميه يعني استمطار الأفكار، مثلا animals فيكتب حيوانات ويحاول يكثف، يعني دائما الطالب يعمل هذا، يعني في الدفتر يكتب حيوانات، طيور، أي شيء، أو دول، مثل كاميل، جوت، تايجا، شيب، سنيك، لايون، إليفنت، زيبرا، دونكي، وهكذا. إذن يكمل هذه الويب بالكلمات المتعلقة بهذه الكلمة الرئيسية، هنا أنيمالز نلاحظ. هنا أيضا كلمات أخرى، مثلا ديلي أكتيفيتيز، الأنشطة التي يعني نمارسها يوميا، مثلا شوبينج، تسوق، ريدينج، القراءة، بينتينج، الرسم، ووكينج، واتشينج تي في، سويمينج، كوكينج، سندينج ايميل، فيشينج. هنا سكول سبجكتس، ايضا يكتب الطالب المواد الدراسية، عربي، ساينس، انجليش، ميوزك، سوشيال ستاديز، سبورت، ارت، اسلامك ستاديز، ماث، وهكذا. اذا الطالب كل مرة يختار موضوع ويكتب عنه، مثلا هنا مثال، الطالب مثلا يكتب ماي فاميلي، ويكتب الأسرة، ماي فاذر، my mother, my sister أو sisters, brothers, uncle إذا عنده أعمام أو أخوال, cousins أبناء عم أو بنات عم، وهكذا. إذا المهم يكمل هذا، أو إنه يكتب هنا my house مثلا، يغير هذا، يكتب my house مثلا منزلي، ويكتب إيش موجود في المنزل، kitchen, dining room, sitting room، وهكذا، bathrooms. كل مرة يغير شيء، أو يكتب ماي سكول مثلا، يغير ماي سكول مثلا، فيكتب على المدرسة، تيتشرز، كلاسز، بلاي جراوندز، وهكذا. إذا يكتب معلومات تتعلق بالمدرسة، إذا كل مرة يغير موضوع، هذا شيء جيد عشان يتذكر الكلمات المتعلقة بنفس التوبيك. طبعا هنا يتعلم الطالب the present simple، المضارع البسيط، وهو مشروح، يمكن الطالب أن يعود إلى القاعدة، ولكن لا يمنع أن نذكر بعض الأشياء المهمة المتعلقة بالمضارع البسيط. طبعا نستخدمه عندما نذكر عاداتنا اليومية وما نقوم به بشكل يومي وروتيني في حياتنا اليومية. مثلا هذا يقول I like pizza، أنا أحب البيتزا، it likes milk، he likes cheese، she likes apples، they like bananas. ماذا نلاحظ هنا في الأفعال الزرقاء؟ نلاحظ هنا like، أما هنا likes نضيف s، هنا like، هنا likes نضيف s، هنا likes نضيف s. إذن إذا كان معنى ذلك نتحدث عن مفرد نضيف s، إذا نتحدث عن هذا فنقول هو يحب الجبن فنضيف s، هي تحب التفاح she likes apples، it likes milk، هذه مثلا تحب الحليب، إذا مفرد، هذه مفرد وهذا مفرد، هذا مفرد. أما إذا نتكلم عن جمع فلا نضيف s، they like bananas، ما نضيف s. أيضا عندما نتحدث عن أنفسنا لا نضيف s، I like pizza، خطأ أن نقول I likes pizza. إذا مع هذه الأشياء المفردة إذا نستخدم نضيف s إلى الفعل، s إلى الفعل، ها هو نضيف s إلى الفعل إذا تحدثنا عن هذا أو عن هذه أو عن هذه، كله مفرد. هنا الطالب يجيب على هذه الأسئلة،
What do you like؟ مثلا I like swimming. إذا هنا السؤال موجه إليه مباشرة الطالب، ماذا أنت تحب؟ فيجيب الطالب I like swimming. هنا السؤال ليس موجه للطالب، موجه لشخص آخر، يعني موجه للطالب ولكن يسأله عن شخص آخر. What does he like؟ إذا الطالب لن يجيب I بI، لأن السؤال ليس يعني يسأل الطالب نفسه عن نفسه، لا، يسأل الطالب عن شخص آخر، عن زميله مثلا. إذا سيقول he likes playing football. إذا نلاحظ بأنه يضيف حرف الأس إلى الفعل ثم الشيء الذي يحبه ذلك الصديق. هنا سؤال موجه للطالبة عن صديقتها، What does she like؟ ماذا هي تحب، يعني صديقتك ماذا تحب؟ فضمير الصديقة الطالبة ستستخدم she. She likes computer games، هي تحب ألعاب الكمبيوتر. إذا هنا الطالبة تتحدث عن صديقتها، إذا نضيف s إلى الفعل. هنا مثلا السؤال موجه إلى الطالب عن كلبه، عنده كلب مثلا، What does it like؟ ماذا يحب كلبك؟ يعني it هنا ضمير الكلب هذا، طبعا it ضميره it likes meat. لاحظ أيضا أضفنا s إلى الفعل. هنا السؤال موجه إلى طالبة عن خواتها مثلا، أخواتها ماذا يحبن، يعني الأخوات، أخواتك ماذا يحببن مثلا، What do they like؟ فتقول they like math. نلاحظ لم نضف s إلى الفعل لأن هنا تتحدث الطالبة عن جمع خواتها وليس أخت واحدة. لما تحدثت عن أخت واحدة قالت she likes، هنا لا، they like، إذا they جمع. أمثلة كثيرة ستمر هنا. طبعا نستخدم do و does عندما نسأل، نستخدم do و does عندما نسأل. طبعا when do we use do، when do we use does، طبعا سنرى ذلك الآن، متى نستخدم do ومتى نستخدم does عندما نسأل. إذا هنا الطالب يخبرنا عن أخيه أو عن زميله، المهم عن مفرد ولكنه مذكر، مفرد ولكنه مذكر، ما مؤنث، مفرد مذكر. إذا عندما نسأله What does he like؟ ماذا هذا يحب؟ هذا ماذا يحب؟ إذا he likes swimming، he likes swimming. هنا نلاحظ like كما نرى باللون الأزرق، وهنا likes كما نرى باللون الأحمر. لماذا هنا فيها S وهنا لا يوجد S؟ ما هو السبب؟ إذا هنا هي مصدر، طبعا صف الخامس، كيف مصدر يعني؟ يعني جاءت كلمة does فتصبح infinitive مصدر يسميوها، يعني الفعل هكذا يأتي بدون إضافات، يعني في المضارع ولكن طبعا يعتبر مصدر، أما هنا ليس مصدر، هنا نلاحظ بأنه فعل في المضارع ولكنه ليس مصدر، أضفنا له حرف الأس، إذا هنا بسبب does. هنا طالبة سيتم سؤالها عن أختها مثلا، What does she like؟ طبعا هذا شي ضمير الأخت لأنها مفرد مؤنث. What does she like؟ ماذا هي تحب؟ She likes tennis. نفس الشيء هنا نلاحظ likes هنا نضيف لها S، هنا like بدون S، هي مصدر. والسبب، ما هو السبب؟ وجود does. إذا هنا سيسأل الطالب عن هذا الحيوان، What does it eat؟ ماذا يأكل هذا؟ إذا it likes fish، إذا What does it like؟ بدل eat نعمل like، هي صح eat ولكن نفس الشيء، What does it like؟ ماذا يحب هذا يعني الحيوان أن يأكل؟ إذا it likes fish. نفس الشيء هنا نلاحظ like جاءت مصدر، أما هنا likes جاءت يعني في المضارع. إذا طبعا ضمير هذا الحيوان it لأنه مفرد. إذا هذا خلصنا من المفرد، إذا هذا singular مفرد. إذا طالب حدثنا عن أخيه مفرد، طالبة حدثتنا عن أختها مفرد، طالب حدثنا عن هذا الحيوان المفرد. طبعا نضيف نلاحظ S إلى الفعل، هنا لا. طبعا ونسأل بداز، أيضا نسأل بماذا؟ بداز في المفرد. هنا لن نسأل بداز وإنما بدو.
هنا طالب مثلا سيخبرنا عن والديه. What do they like؟ نحن نسأله ماذا يحبان؟ يعني عادة إيش يحبوا هذا يعملوا في وقت فراغهم مثلا؟ They like shopping، يحبوا التسوق. إذا سألنا بدو وليس بداز، عندما نسأل عن جمع نسأل بدو. طبعا هنا like هنا مصدر، like هنا مصدر، أما هنا like ليست مصدر. صح أن لم نضف لها يعني أس، ولكن هي ليست مصدر هنا، هذه مصدر لأنه موجودة دو، هنا لا موجودة دو ولا غيره. هنا سيتم سؤال طالبة عن هذه الحيوانات بالجمع، هنا مفرد، سألنا طالب عن شيء مفرد غير عاقل، هنا عن جمع ولكنه غير عاقل، إذا غير عاقل ولكنه جمع. What do they eat؟ نلاحظ بأنه لما نسأل عن جمع وعاقل ضمير they، جمع وغير عاقل نفس الضمير they. What do they eat؟ أو what do they like؟ إذا نفس الشيء eat أو like كله نفس الشيء. What do they like؟ They like seeds، هي تحب الحبوب أو البذور، إذا they like seeds. إذا هنا like مصدر كما نلاحظ، أما like هنا فهي in the present simple. إذا they like seeds. أهم شيء الطالب ينتبه إلى هذا، متى نستخدم does ومتى نستخدم do ومتى نحذف الأس. طبعا الأس أصلا ما موجودة غير في عندما نتحدث عن مفرد، هنا نحذفها إذا دخلت does أو doesn't عندما ننفي. هنا الطالب هذا سيخبرنا بنفسه عن نفسه، يعني ما بيحتاج إن نحن نسأل عنه، بنفسه بنسأله أو يسأل نفسه. What do I like؟ ماذا أنا أحب؟ I like milk، I like milk، أنا أحب الحليب. إذا هنا مصدر like، أما هنا لا في المضارع فقط، أنا أخليهم بالألوان عشان الطالب يعرف إن هنا هي infinitive مصدر بسبب هذه الكلمات الحمراء. هنا أيضا هؤلاء سيخبروننا بأنفسهم عن نفسهم. What do we like؟ ماذا نحن نحب؟ إذا what do we like؟ ماذا نحب نحن؟ يعني we like traveling into space، نحب أن نسافر في الفضاء. إذا هنا أيضا like في البريزنت، طبعا we يعني معناها نحن. طبعا do نستخدمها هنا وهنا وهنا وهنا، يعتبر جمع، حتى هذا يعتبر يعامل معاملة الجمع رغم انه واحد بس يتحدث عن نفسه، مشكلته ما حد يتحدث عنه، هو يتحدث عن نفسه. هنا الدكتور سيخاطب هذا مباشرة. What do you like؟ ماذا تحب انت؟ I like junk food، فيرد المريض انا احب الوجبات السريعة، وهذا اللي مخلنه ما شاء الله عليه سو. اذا هذه like هنا في البريزنت، اما لايك هنا قلنا مصدر انفينيتيف بسبب وجود دو. هنا ايضا عندما نخاطب شخص نقول له يو، عندما نخاطب اشخاص ايضا يو. وات دو يو لايك، المعلم يخاطب الطلاب ماذا تحبون، فيقول الطلاب وي لايك انجلش، نحن نحب اللغه الانجليزيه. اذا هذا يعني اذا هنا لايك مصدر، اما هنا لايك ليست مصدر إنما في البريزنت. إذا هذا فيما يتعلق باستخدام do and does. قلنا do، نلاحظ عندما نتحدث عن مفرد سواء مذكر أو مؤنث أم غير عاقل، أما do نستخدمها عندما نتحدث عن جمع عاقل أو جمع غير عاقل، أو شخص يحدثنا بنفسه عن نفسه، أو أشخاص يحدثوننا بأنفسهم عن نفسهم، أو عندما نخاطب شخص أو عندما نخاطب أشخاص فنستخدم do. ينتبه الطالب إلى هذه الأشياء المهمة. طبعا هنا الطالب يعمل طبعا لقاء مع صديقه، أكثر من صديق، الطالبة أيضا أكثر من صديقة في الصف، فيكتب أسماءهم. مثلا هنا الطالب تكتب نهلة، شريفة، ليلى، عبير، الطالب يكتب مثلا علي، أحمد، سيف، ناصر مثلا.
ويعرض عليهم هذه الأشياء ويسألوهم مثلا do you like snakes؟ إذا قال yes يعمل نتك، إذا قال no ما يعمل شيء. do you like camels؟ ما قال no إذا ما يعمل شيء. do you like snakes؟ ما تكلم ما يعني قال no معناه ما يعمل شيء. do you like cats؟ قال yes إذا yes I do طبعا يعمل صح. يجي مثلا حل هذه تسأل صديقتها مثلا اسمها نهلة do you like spiders؟ إذا قالت yes I do يعمل تك، قالت no I don't ما يسوي شيء. do you like camels؟ إذا قالت yes I do يعمل تك، إذا قالت no I don't ما يعمل شيء. do you like snakes؟ وهكذا. إذا بعد أن يكتمل الجدول يقوم الطالب بالكتابة عن هؤلاء الأشخاص. طبعا أول شيء يبدأ بالأشياء اللي يحبوهم، مثلا نهلة likes cats، نتأكد من نهلة هل نهلة تحب القطط؟ ها هي نهلة، إذا نعم لأن الصح تحت cats، إذا الطالب يكتب نهلة likes cats. سيف likes spiders، نتأكد من سيف، سيف likes spiders، إذا سيف likes spiders. حمد likes camels، نشوف حمد، هو حمد yes camels، إذا حمد likes camels. هذا طبعا اللي يحبوه. طبعا بعضهم قالوا no I don't، مثلا لا أحب هذا الحيوان، فنكتب أيضا عنهم ولكن ننفي. نهلة doesn't like snakes، لاحظ بأن هنا أضفنا كلمة doesn't، لماذا؟ لأن هنا نحن نكتب عن نهلة، ونهلة طبعا مفرد وليس جمع، ما فلان وفلان. همد doesn't like snakes أيضا ننفي ب doesn't. سيف doesn't like cats، إذا هنا doesn't معناها للنفي، نستخدمها للنفي إذا ننفي عن شخص مفرد. نفينا عن نهلة مفرد، نفينا عن حمد مفرد، نفينا عن سيف مفرد. ونلاحظ الأفعال تأتي مصدر أي بدون S، نفس هنا، هنا جاءت مصدر عندما دخلت ماذا does ودو. does حذفت للS، إذا does حذفت للS، ولكن هنا أيضا doesn't من النفي أيضا تحذف الS من الفعل. إذا الخطأ يكون نهلة doesn't likes snakes، خطأ ما نضيف S، لو هذه ما موجودة مثلا حذفناها إذا نضيف S عادي، أضفنا S إذا نهلة likes snakes، ولكن المشكلة إنه مطلوب ننفي، هي ما تحب ثعابين ننفي. إذا هكذا يعني، إذا نجي بدون فعل بدون S. هنا يكتب الطالب عن نفسه عن الأشياء اللي يحبها وأشياء اللي ما يحبها، مثلا I like oranges، I like dogs، I like Arabic. لماذا لم نضيف S هنا رغم أن الطالب يعني أو الطالبة بنفسها تتكلم عن نفسها، يعني هي مفرد، ما نضيف لأن تعامل معاملة الجمع كأنها جمع، لا نضيف S. إذا هنا الأفعال بدون S. هنا تنفي الطالبة عن نفسها أو ينفي الطالب عن نفسه حبه لأشياء معينة. I don't like chips، أنا لا أحب chips. I don't like insects، I don't like painting، إذا أنا لا أحب الحشرات، أنا لا أحب الرسم. إذا الطالب يغير هذه الأشياء، يعني هذه الأشياء يغيرها، وهنا أيضا يغير هذه الأشياء كما نلاحظ، ويضع أشياء أخرى يحبها، هنا أشياء أخرى ما يحبها غير هذا. هذا فقط كمثال، يحاول الطالب يأتي بأمثلة أخرى. هنا نأتي إلى هذا السؤال مهم جدا، what time is it، عندما نسأل عن الوقت، يعني كم الساعة، بدما نقول كم الساعة what time is it، يعني كم الوقت الآن، ونجيب ب it is أو it's ونقول الزمن، ولكن كيف نقول الزمن بشكل صحيح. قمت برسم هذه الدائرة فقط للتوضيح، يعني دائرة توضيحية لكي نفهم. أول شيء يجب أن نعرف بأن الساعة تنقسم إلى جزئين، جزء يعني يمين وجزء يسار. نعامل هنا اليمين غير عن نعامل اليسار. طبعا هنا سنستخدم باست يعني و أي الدقائق التي بعد الساعة، هنا لا سنستخدم تو أي الدقائق المتبقية عن اكتمال الساعة، إذا سنرى ذلك الآن. طبعا هذا يمثل الدقائق، هذا يمثل الساعات. إذا خلونا نقول الحين الساعة 5، نشوف الدقائق، لو هنا مثلا، لو هذا هنا مثلا، سنقول الآن it's، مثلا نسأل what time is it، سنقول it's
5 اوكلوك، اذا لان الساعه الحين يعني بالضبط لو غيرنا هذا مال الساعات، ها اتس 6 اوكلوك، اتس 7 اوكلوك، اتس 8 اوكلوك، اتس 9 اوكلوك، اتس 10 اوكلوك، يعني الساعه 10 بالضبط، اتس 11 اوكلوك، اتس 12 اوكلوك، اتس 1 اوكلوك، اتس 2 اوكلوك، وهكذا. اذا هنا يعني معناها الساعه بالضبط، اذا هذا معناها الساعه بالضبط. الان سنحرك هذا بعد دقائق، نقول انه الساعه هنتين الحين بالضبط 2 اوكلوك، ولكن مرا منها نتحرك هذا 5 دقائق، ماذا نفعل الان؟ الان تختلف الامور، سنبدا بالدقائق التي قطعتها هذا العقرب، يعني اللي انقضت من الساعه، يعني جاءت بعد الساعه الثانيه، اذا سنقول اتس 5 باست 2، اي 5 دقائق بعد الثانية. إذا نبدأ بالدقائق اللي خلصت، is 5 past 2، نحرك هذه، ماذا سنقول الآن؟ نقول it's 5، نفس الشيء 5 دقائق اللي انقضت، past 3، إذا معناها 5 دقائق بعد الثالثة. هنا it's 5، 5 دقائق، past 4، إذا معناها 4 5 دقائق بعد الرابعة. هنا بنقول it's 5 past 5، أي 5 دقائق بعد الخامسة. دائما نلاحظ بأن نبدأ بالدقائق المنتهية، it's 5 past 6، أي 5 دقائق بعد السادسة. هنا it's 5 past 7، أي 5 دقائق بعد السابعة. هنا أيضا نفس الشيء، it's 5 past 8، أي 5 دقائق بعد الثامنة. is 5 past 9، 5 دقائق بعد التاسعة. is 5 past 10، is 5 past 11، is 5 past 12. طبعا هذا مال الساعات، ما مال الدقائق، عشان نقول اوكلوك ما نقول 1 اوكلوك، هذا مال الساعات، ما يشير على هذا، يشير على الساعة، إذا مالها 5 دقائق بعد الثانية 10، حتى بنخلي أقصر. is 5 past 12، it's 5 past 1، أي 5 دقائق بعد الواحدة، it's 5 past 2. أوكي، إذا سنحرك الآن عقرب الدقائق، بنخليه هنا، إذا يشير هذا على 10، معناها انقضت 10 دقائق بعد الثانية، إذا بنقول it's 10 past 2، أي 10 دقائق بعد ماذا؟ ثانية. بنحركه هنا، هذا طبعا ما مو قلنا الحين، نحن هذا ما بنحرك الصورة الأحمر، هذا ما نخليه ثابت، بنحرك الحين الأخضر مال الساعات، نفس الشيء بقول it's 10 past 3، أي 10 دقائق بعد الثالثة، 10 past 4، it's 10 past 5، it's 10 past 6، it's 10 past 7، it's 10 past 8، إذا كلها 10 دقائق بعد الساعة كذا، نبدل الدقائق، it's 10 past 9. It's 10 past 10. It's 10 past 11. It's 10 past 12. It's 10 past 1. إذا هذا معناها 10 دقائق بعد الواحدة، يعني 11، بس نبدل الدقائق. أوكي، الآن لو هذا هنا، إذا هنا لن نقول it's 15، ما بنقول 15 دقيقة بعد الواحدة، لا بنقول it's a quarter، لأنه ربع الساعة، نجيب هنا ربع. إذا it's a quarter past 1، معناها ربع ساعة بعد الواحدة. it's a quarter past 2، it's a quarter past 3، it's a quarter past 4، it's a quarter past 5، it's a quarter past 6، it's a quarter past 7، it's a quarter past 8، it's a quarter past 9، it's a quarter past 10، it's a quarter past 11، it's a quarter past 12، is a quarter past 1. إذا لاحظ هنا قلنا الربع، نذكر الربع quarter، a quarter. هنا مال الدقائق سنحركه هنا، نحسب كم دقيقة مضت الآن، 20 دقيقة، فنقول هذه الدقائق التي أنقضت من الساعة، إذا سنقول هنا it's 20 past 1، إذا معناها 20 دقيقة بعد الواحدة. it's 20 past 1، it's 20 past 2، أي 20 بعد الثانية.
20 دقيقة بعد ثانية. It's 20 past 3. It's 20 past 4. It's 20 past 5. It's 20 past 6. It's 20 past 7. It's 20 past 8. It's 20 past 9. It's 20 past 10. It's 20 past 11. It's 20 past 12. It's 20 past 1. إذا معناها 20 دقيقة بعد الواحدة. الآن سنحرك هذا هنا. ماذا سنقول؟ الحين قضت كم؟ 25 دقيقة بعد الواحدة. الحين 25 دقيقة. فنقول الدقائق اللي انقضت. إذا سنقول it's 25 past 1. It's 25 past 2. It's 25 past 3. It's 25 past 4. It's 25 past 5. It's 25 past 6. It's 25 past 7. It's 25 past 8. It's 25 past 9. It's 25 past 10. It's 25 past 11. لاحظ بدنا نبدل الدقائق. It's 25 past 12. It's 25 past 1. معناها 20 25 دقيقة بعد الواحدة. الآن سنحرك هذا هنا. إذا لن نقول it's 30. ما بنقول الحين الرقم. معناها اكتمل نص ساعة نقول it's half. It's half. It's half past 1 أي نصف ساعة بعد الواحدة. It's half past 2 نص ساعة بعد الثانية. It's half past 3. It's half past 4. It's half past 5. It's half past 6. هنا طبعا في النص لأنه نفسه هذا يتحرك هذا بيتحرك نص المسافة. It's half past 7 يعني نص ساعة انقضى بعد السبع. It's half past 8. It's half past 9. It's half past 10. It's half past 11. It's half past 12. It's half past 1. معناها الحين انقضت نصف ساعة بعد الواحدة. هكذا. هنا الآن المعاملة ستختلف. بعد نصف الساعة المعاملة سوف تختلف جدا. كيف؟ الآن لا. الآن سنحسب يعني الدقائق المتبقية عن الساعة هنتين. يعني الحين ما يعني بنقول كم دقيقة باقي عن الساعة هنتين. إذا تو معناها المتبقي. تو معناها ماذا؟ المتبقي عن الساعة الجديدة يعني التي سوف تأتي. فنحسب هنا. هنا نلاحظ بقيت 5 10 15 20 25. إذا 25. إذا بقيت 25 دقيقة عن الساعة هنتين. فماذا نقول؟ نبدأ بالدقائق المتبقية. It's 25 بعدين 2 بعدين 2 بعدين الساعة بو بدي. الساعة بو بدي. إذا هنا نلاحظ لو خلينا هذا هنا يعني باقيات 25 دقيقة. فبنقول it's 25 past 2 عن الساعة هنتين. هنا بعدها ما واصل 3. It's 25 past 3 أي 25 دقيقة قبل الثالثة. إذا هكذا يعني كما نلاحظ. It's 25 past 4. لاحظ بعد ما واصل 4 لأنه باقيات 25 دقيقة. هنا It's 25 past 5 معناها 25 دقيقة قبل الخامسة. It's 25 past 6 25 دقيقة قبل sorry 2 مرة ثانية. إذا It's 25 to 2 إذا معناها 25 دقيقة قبل الثانية. It's 25 to 3. It's 25 to 4 إذا معناها 25 دقيقة قبل الرابعة. It's 25 to 5. It's 25 to 6. It's 25 to 7. إذا معناها باقي 25 دقيقة عن اكتمال أو تأتي الساعة السابعة. It's 25 past 8. إذا هنا بعد ما واصل 8. Sorry to 8. It's 25 to 8. عذرا على هذا الأخطاء. It's 25 to 9 أي باقي 25 دقيقة قبل التاسعة. It's 25 to 10. It's 25 to 11. It's 25 to 12. It's 25 to 1. إذا معناها باقي 25 دقيقة عن الساعة واحدة. أوكي. إذا سنحرك مال الدقائق الآن ونحسب كم باقي عن تأتي الساعة الواحدة. إذا 5 10 15 20. إذا 20 minutes. إذا نبدل الدقائق المتبقية فنقول it's 22 1. إذا 20 دقيقة قبل الواحدة. It's 20 to 1. It's 20 to 2. إذا باقيات 20 دقيقة قبل الثانية. It's 20 to 3. It's 20 to 4. It's 20 to 5. It's 20 to 6. It's 20 to 7.
22.8، لاحظ ما واصله بعدها 8. 22.8 يعني 20 دقيقة بعدين عند توصل 8. 22.9. 22.10. 22.11. 22.12. 22.1. إذا معناها 20 دقيقة عند توصل ساعة واحدة. الحين إذا اختلف الوضع هنا ما بنقول it's 15 to 1، ما نقول 15 قبل، بقول a quarter نفس الشيء ربع ساعة. it's a quarter to 1 أي ربع ساعة قبل الواحدة. it's a quarter to 2، لاحظ ما واصل بعد هنتين. it's a quarter to 3. it's a quarter to 4. it's a quarter to 5. it's a quarter to 6. it's a quarter to 7. it's a quarter to 8. it's a quarter to 9. It's a quarter to 10. It's a quarter to 11. It's a quarter to 12. It's a quarter to 1. إذن مرة ثانية ربع ساعة قبل الواحدة. بعدها شوف ما واصلة. الآن سنحرك هذا. إذن كم باقى عن الساعة؟ يكتب 60. 60 نقص منه 50. إذن 10. إذن بدي هذه يعني 10 دقائق المتبقية. إذن هنا باقي 5 و5 10 عن اكتمال الواحدة. إذا سنقول العشر دقائق it's 10 to 1، معناها 10 دقائق قبل الواحدة. it's 10 to 1. it's 10 to 2. it's 10 to 3. it's 10 to 4. it's 10 to 5. it's 10 to 6. it's 10 to 7. it's 10 to 8. it's 10 to 9 أي 10 دقائق قبل التاسعة. it's 10 to 10 10 دقائق قبل الساعة العاشرة. بدي الدقائق. it's 10 to 11. It's 10 to 12. It's 10 to 1. لاحظ بعدين 10 دقائق عن توصل واحدة. هنا طبعا ما ممكن مال سبع ومال كسور ما يستوي، كله بالخمس دقائق يعني كل خمس هنا أو هنا ما يستوي. نقول 56، لا 55 يعني عشان يكون باقيات خمس، ما نقول باقيات أربع ما يستوي. طبعا هنا نلاحظ باقيات خمس دقائق عند الساعة واحدة. إذا نبدل الدقائق المتبقية، إذا معناها الساعة الواحدة إلا خمس دقائق، فنبدل الدقائق المتبقية فنقول it's 5 to 1 أي خمس دقائق قبل الواحدة. it's 5 to 2 خمس قبل الثانية. it's 5 to 3. it's 5 to 4. it's 5 to 5 بعد ما وصل 5. it's 5 to 6. it's 5 to 7. It's 5 to 8. It's 5 to 9. It's 5 to 10. It's 5 to 11. It's 5 to 12. قلنا معناه باقي خمس دقائق قبل الثانية عشر. It's 5 to 1. باقي خمس دقائق على الواحدة. عندما يأتي هنا يختلف الوضع. نقول على الحين o'clock. نقول o'clock. It's 1 o'clock. It's 2 o'clock. وهكذا. إذن سيختلف الوضع. It's 1 o'clock. It's 2 o'clock. 3 o'clock. 4 o'clock. 5 o'clock. 6 o'clock. 7 o'clock. 8 9 o'clock. 10 o'clock. 11 o'clock. 12 o'clock. 1 o'clock. وهكذا. إذا هذا يمثل الدقائق، هذا يمثل ماذا؟ الساعات. أتمنى يكون وضحت الأمور. إذا هذا الجزء نستخدم باست أي الدقائق التي انقضت يعني بعد ذيك الساعة، يعني كم دقيقة بعد الثانية. هنا كم دقيقة قبل، إذا هنا بعد الساعة، هنا لا قبل الساعة، قبل أن تكتمل الساعة. هذا معناها to and past. طبعا هنا الطالب يكتب أو الطالب تكتب عن شخصية، مثلا my name is سلوى، I live in Oman. طبعا تكتب نفس هذا. I live in a house with my mother, father and brother. My favorite food is pizza. My favorite animal are cats. نفس هذا. لا أنا كاتب عن نفسه كارلوس. الطالبة تكتب هنا عن نفسها مثل سلوى، أو الطالب اسمه أحمد يكتب عن نفسه والضمير يكون I كله وماي إذا بيذكر أشياء مفضلة. إذا I live in a house with my mother, father and brother. طبعا هذا عندها بس هذا، بس ما كثيرين. عندها الأب والأم وأخو أخت، في بعضهم لا with my brothers and sisters، بيضيف sisters إذا عنده. إذا هنا عنده ذا أخوان اثنين، سلوى عنده أخوان اثنين، أخو واحد هذه هي موجودة معهم. إذا هذه سلوى وهذا أخوها وهذه أمها وهذا أبوها. إذا I live in a house with my mother، ما
مع امي فاذر ابي اند براذر واخي، هذا اخوها. طبعا هذه سلوى بنفسها موجوده معهم في الصوره. ماي فيفرت فود از بيتزا. زين ان الطالب يلصق صور للطعام المفضل لديه مثل بيتزا، مثلا برجر، مثلا حتى لو عمل مكبوس عوال ايضا يذكر ذلك، يعني يصوره. ماي فيفرت انيمال ار كاس. اذا ماي فيفرت انيمالز ار كاس، اذا حيوانات المفضله هي القطط. هنا هذا حيوانات المفضله هي التورتويزز. My favorite subjects are science and art. المواد الدراسية المفضلة يذكر مادتين مثل العلوم والرسم. My favorite color is pink. لونها المفضل هذه سلوى الوردي. My best friend is called حفصة. صديقتي يعني المخلصة أو المفضلة تسمى حفصة. هذا my best friend is called. إذا هنا الطالب يغير بس أشياء بسيطة. My hair is black. سنوضح الأشياء اللي يغيرها الطالب. طبعا هنا my name is سلوى، سنغير فقط هذا بنخليه بالأخضر. I live in، أيضا يغير الطالب حسب الدولة التي يعيش فيها. I live in Oman، I live in Pakistan، I live in India. I live in a house، طبعا يغير house إذا لأن أحيانا بعضهم يعيش في شقة. I live in مثلا a flat، I live in مثلا a tent، أعيش في خيمة مثلا، وهكذا. With my، أيضا ممكن هذا يغيرهن حسب أفراد الأسرة. My favorite food is pizza، هذا يغيرها، ما شرط أنه يكون طعام المفضل بيتزا، أي طعام آخر يكتبه. My favorite animals are cats، أيضا يغير cats، يغير cats ويذكر يعني حيوانات أخرى مفضلة لديه. هنا أيضا يغير المواد الدراسية، يغيرهن مثلا ساينس اند ارت، يغير مثلا انجلش اند ارابيك، او مثلا مثلا اسلاميك ستاديز اند مثلا ساينس، وهكذا. ماي فيفرت كلر از بينك، ايضا يغير اللون، احد منهم جرين احد بلو، الطالب يغير فقط هذه الاشياء. ماي بيست فريند از كولد حفصه، ايضا يغير اسم صديقه الطالب، والطالب ايضا تغير اسم صديقتها. My hair is black، الطالب يغير او الطالب تغير لون الشعر حسب لون الشعر موجود عندها. My eyes are brown، لون ايضا العينين سيختلف، حد براون حد بلو حد بلاك حد مثلا جرين. I am ايضا يتغير الطول، يتغير الطول. اذا هنا معناها 1 متر، متر طبعا يعني خلاص واحد من يكبر يصير عمره فوق المتر، يختلف بس الفرق السنتيمترات، اذا 35 سنتيمترز. اذا هكذا، اذا يغير الطالب ذلك حسب ما يريد. هنا الطالب يذكر عاداته روتينه اليومي. حلو هذا ان الطالب يكتب عن روتينه اليومي، يعني الاشياء التي يقوم بها بشكل يومي بشكل دوري، هذا هو من ضمن استخدامات المضارع البسيط. يعني نذكر الأشياء اللي بتعودين نسويها يوميا أو بشكل يعني روتيني، ما شرط كل يوم، شكل روتيني. متى متعودين نصحى وقت معين، نستحم وقت معين، نفطر وقت معين، هكذا الأشياء الروتينية في حياتنا. إذا هنا I get up at 5 o'clock، أنا أصحى من الساعة 5، خلاص يعني هو على هذا البرنامج ماشي الطالب، يعني الساعة 5 يكون صاحي. I pray at half past 5، أنا أصلي الساعة يعني half past 5 معناها 5:30. طبعا هنا أنا تعمدت أكتب الزمن بالكلمات، والزمن هنا لكي يعرف الطالب كيف صار الزمن، طبعا يتابع الطالب هنا. I have breakfast at 6 o'clock، هنا لأن بالضبط نقول 6 o'clock. I brush my teeth at 6:15، هكذا تقرأ 1/4، ربع ساعة بعد السادسة، إذا نمد الدقائق بعدين الساعة. I go to school at 6:45، 6:45 معناها ربع ساعة قبل السابعة. شوف نمد يعني الدقائق الباقية، ربع ساعة هذه قبل السابعة. I finish school at 1:45، أنا أنتهي يعني خلص مدرسة الساعة يعني ربع ساعة قبل الثانية. 1/4 نمد الربع بباقية، 2 قبل الثانية، هكذا يعني هذا معناها. I have lunch at 2:15، هكذا معناها أتغدى في هذا الوقت.
I do my homework at 4 o'clock. أنا بالضبط. I have dinner at 7:30. هذا معناها. I watch television at 8:30. هذا معناها. I go to bed at 9:30. هذا معناها. إذا هو يروح النوم، ما نقول I go to sleep. دائما الإنجليز يقول I go to bed، معناها أنا أروح السرير. مو راح يسوي، يكيد ينام. إذا هكذا معناها. إذا هذه الأشياء اللي يذكرها الطالب، بس يتغير الزمن. إذا الطالب يغير الأزمنة حسب البرنامج ماله، يعني كيف يتعود. يعني إذا ما يصحى 5:30 يصحى يعني قبل، يغير. إذا يغير بدل 5 o'clock يسوي مثلا 4 o'clock. هنا نفس الشيء، يصلي تختلف في الشتاء والصيف. إذا هذا أشياء مهمة، قلنا روتين اليومي والعادات اليومية في حياة كل شخص. طبعا هنا يكتب طالب إيميل، طبعا هنا يكتب تو ويكتب رمز، أي رمز. مثلا توم 3 حروف الأولية، ورقم، ويوكي اسم البلاد، مثلا ناصر مثلا، وهكذا، ورقم، وأم، ومان مثلا، وهكذا. المهم سبجكت هلو، تحية. ثم دير توم، يكتب اسم الصديق، أو دير إذا صديق صديقة مثلا طالبة تكتب عن صديقة دير فلانة. مهم طبعا يبدأ هذه التحية، هذه مهمة للطالب أن يكتب هذه التحية. إذا هذه مهمة. How are you? Hope you are doing well. إذا هذه الأشياء جميلة يعملها الطالب. إذا أشياء يعني جميلة جدا. طبعا خليها بلون مختلف، خليها بالأحمر طبعا لأنها تحية، يحفظها. ثم يكتب سبب الكتابة، هذا سبب الكتابة مهم جدا. إذا سبب الكتابة أيضا مهم، مهم جدا سبب الكتابة. إذا I'm writing to tell you about مصغر about my daily routine. أنا أكتب لك لأخبرك عن روتيني اليومي. إذا هذا أيضا شيء جيد ومهم وجميل، سبب الكتابة. طبعا لا ينسى الاندنت، هذه المسافة. الطالب جميل أن يضع هذه المسافة، حتى يعني لو صغرنا نشوف إنه الكتابة تكون يعني ممكن أنا ألاحظ هنا باراجراف هنا باراجراف وهكذا. إذا أجمل هكذا، يعني أجمل. طبعا ثم يدخل في الموضوع، يكتب روتينه اليوم. I get up at 5 o'clock. I have a shower at 5:30. يعني أستحم الساعة 5:30. I brush my teeth at 6 o'clock. I have breakfast at 6:30. I go to school at 6:45. I finish school at 1:30. I have lunch at 2 o'clock. I do my homework at 3 o'clock. I play football at 5 o'clock. I have dinner at 6 o'clock. I go to bed at 9 o'clock. وهكذا. وبعدين يختم ب by. طبعا by موجودة من الأصل. ثم يكتب اسمه، يوقع ناصر، شريفة، ليلى، عزان، وهكذا. إذا هنا ماذا كتب الطالب؟ هذه الأشياء اللي دربنا عليها الحين كتبها في الإيميل. فجميل أن يكتب الطالب هذه الأشياء، لأنه تأتي في الاختبار. يكتب عن روتينه اليومي، أحيانا يأتي. فنلاحظ بأنه كله I كله فيه I، والأفعال طبعا في المضارع، تكون في المضارع كما نلاحظ. هذه الأشياء مهمة جدا للطالب. هنا الطالب طبعا هذا استماع لكي يعرف هذه ننطقها ماذا. أس، الأس هنا ننطقها يعني س، هنا ننطقها ز مثل dogs. هذا الس ننطقها ز dogs. هنا is ننطقها is. إذا هنا subjects س، نلاحظ cakes س، snakes س. طبعا سيستمع ذلك من المعلم. kids إذا ز، schools ز، brothers ز، drums ز. إذا أما هنا is كأنها is. dresses لاحظ is آخر شيء. dresses، foxes، classes، dishes. إذا is كأنها is. إذا الطالب يميز ذلك، هذه الأصوات. طبعا هنا الطالب يختار I like. لماذا ما اخترنا I likes؟ لأنه هنا الشخص يتحدث عن نفسه كأنه جمع، فما ما نختار اللي فيها S. My brother doesn't like apples. إذا لماذا اخترنا doesn't ما اخترنا don't؟ لأنه هنا أنا أو الطالب يتحدث عن أخوه،
عن أخيه، إذا الطالب يتحدث عن أخيه، إذا my brother، إذا مفرد، إذا تحدث عن مفرد نستخدم doesn't وليس don't. إذا my brother doesn't like apples. What do they like؟ ليش استخدمنا do ما استخدمنا does؟ لأن هنا they نحن نسأل عن جمع، سواء عاقل أم غير عاقل، عن شيء يحبه جمع. أحمد likes swimming، ليش اخترنا likes ما اخترنا like؟ لأن هنا الطالب يتحدث عن صديقه أحمد مفرد، إذا أحمد likes swimming أو أخوه أحمد، إذا كلنا نضيف له s. بيقول الطالب زين ليش ما أضفنا s عب؟ هنا نفس الشيء أخوي مفرد، لأنه هنا موجودة doesn't فيصبح مصدر، لأن السبب موجودة doesn't. لماذا اخترنا does ما اخترنا do؟ لأنه هنا نلاحظ هي، إذا معناها نسأل عن شخص مفرد مذكر، إذا هي معناها ضمير المفرد، مثل يعني ضمير أحمد مثلا أو ضمير أخ الأخ، إذا هي، إذا does هي، هنا بنقول كلمة هي، إذا بسبب وجود كلمة ماذا؟ هي، سنجعل عليها دائرة عشان يميزها الطالب، إذا هذه هي، خلينا عليها دائرة عشان يعرف هي السبب، يعني هي السبب إنه يعني ما عملنا يعني ما اخترنا يعني do، اخترنا does لأنه نسأل عن شخص مفرد. do they، ليش اخترنا they ما هي؟ لو هي بنسأل ب does نفس هذه، ولكن هنا they نضع، نختار they لأنه سألنا ب do، هذه do لأنه موجودة do، فdo هذه do خبرتنا إنه نسألها عن جمع، وماشي غير هذا ماشي وي ولا شيء، هذا حال جمع، إذا هي السبب، يعني هي السبب. سامي and موسى like English and math، ليش اخترنا like ما اخترنا likes؟ ها هو السبب، الآن سنرى السبب. السبب لأنه هنا نتحدث عن شخصين، منهم سامي and موسى، إذا شخصين وليس شخص واحد، إذا جمع، فمعناه جمع ما نضيف أس إلى الفعل، هذا هو يعني السبب في ذلك. عسى تكون وضحت الأمور. طبعا هنا الطالب نفس الشيء يكمل الجمل بالفعل. I usually get up at 6 o'clock in the morning، إذا هنا get up يرتب الأفعال. ناصر eats lunch at 2:30، طبعا يرتب الحروف تطلع لنا eats، ليش أضفنا إيس؟ لأنه هنا ناصر نتحدث عن ناصر، إذا هنا لأنه ناصر، أوكي زين، هنا ليش أضفنا إس؟ لأنه هنا نتحدث عن مفرد أيضا غير عاقل، هي المدرسة، إذا ماي سكول يعني المدرسة هي اللي تخلص، ماي سكول فينيشز آت كوارتر تو تو، معناها ربع ساعة قبل الثانية، يعني هنتين إلا ربع. إذا وأيضا هنا ناصر مفرد، إذا فقط بيتوضح إنه هنا سكول أيضا مفرد، مثل ذيك الساعة لما تكلمنا عن القط إذا تتذكروا، نفس الشيء هنا المدرسة مفرد غير عاقل. هنا ناصر إيس أضفنا إس لأنه ناصر. I always brush، هنا ما أضفنا إي إس، طبعا اللي تنتهي بشاء وبساء وإكس هذه وحدها قاعدتها نزيد إي إس وبو، نفس الشيء هنا brush لو بغينا نضيف اس بنزيد اي اس لانه شاء، لكن المهم انه ما نسوي ما نضيف اس لانه هنا يتحدث عن نفسه. I always brush my teeth before I go to bed، انا يعني دائما انظف اسناني قبل الذهاب الى النوم. We play tennis at 4 o'clock in the afternoon، طبعا play هنا بدون اس، لماذا؟ لانها نحن نتحدث عن انفسنا، يعني نحن جمع نعتبر. I pray with my father in the masjid، أنا أصلي مع أبي في المسجد، إذن pray أصلي. I do my homework after dinner، I do my homework after dinner، أنا أقوم بواجبي بعد العشاء، بعد يعني أتناول العشاء. At 7 o'clock I watch TV with my brother، نفس الشيء هنا نحط watch. إذا هذه الأشياء يعني يعرفها الطالب، متى نضيف أس متى نحذف الأس، يعود للقاعدة، وهنا قاعدة بالتفصيل حول البريزنت سيمبل، أتمنى أنه يستفيد منها الطالب. طبعا هذا هو نهاية
يونت 2، ونلتقي مع يونت 3 في درس جديد بإذن الله تعالى.